احنا طبعا نسعى دائما في جامعة المملكة مثل ما تفضلت الى تكوين شراكات، لان الشراكات هاي تدعم العملية التعليمية في الاخير، وتدعم انتاج يعني مادة علمية افضل. المادة العلمية بحد ذاتها ما تكفي اذا ما تصاحبها تطوير المهارات، فعلم مع مهارات. احنا شراكتنا اليوم مع جامعة، مع مؤسسة AWS Academy، بالنسبة لنا شراكة مهمة جدا، لأساسا مع طبعا برنامج مع كلية Information Technology وتقنية المعلومات اللي راح افتتحناها الآن، راح تبدأ بالعمل الآن، وبرنامج الكمبيوتر ساينس أو علوم الكمبيوتر. احنا مهم جدا أن نضمن في البرنامج، ندخل في البرنامج جانب يتيح لطلابنا الحصول على المهارة الاحترافية المطلوبة لسوق العمل. البرنامج الأكاديمي يغطي الجانب الأكاديمي ويكون في غالبية نظري، وإن كان في مختبرات وعملي موجود أيضا، بس الجانب الاحترافي أفضل من يعطيك الجانب الاحترافي وهم الجهات الاحترافية. AWS اختصار Amazon Web Services، وهم جزء من شركة أمازون العالمية. ضمن مقرراتنا فقط المطلوب أن يقدم الامتحانات الإضافية للAWS، فإحنا راح نقدم حوافز للطلاب، نشجعهم، نعطيهم الدعم، نعطيهم التوجيه والإرشاد، وراح نطلب من AWS أن يكونوا متواجدين معنا باستمرار، يقدمون للطلاب أيضا التوجيه. أساس الطالب يعني نضمن أنه يقدم امتحاناتهم ويطلع بشهادتين، شهادة من عندنا بكالوريوس، وشهادة من عندهم من في مسار من هالمسارات مالتهم، ديفلوبر، مطور شبكات سحابية، محلل للمشاكل إلى آخره. اللي بيصير ضمن الشراكة أن أمازون راح يكون متواجدين معنا طول فترة دراسة الطالب، وراح يشوفون الطالب ويتابعونه، وإذا كان طالب متميز فهي بتكون فرصة الذهبية عشان هو يثبت نفسه عند جامعة الـ AWS أنه متميز، فراح يحصل فرصة. هاي كلها يعتمد على همة الطالب ونشاطه وقدرته على إثبات جدارته. العالم القادم عالم رقمي، وكل اللي قاعد نشوفه يعني في كل المجالات، يعني من اللي قاعد يطور هالبرامج في شباب قاعدين، فلابد من تهيئة جيل مؤهل وجاهز للانطلاق في المجال.